وصفة اليوم كب كيك من أكثر الوصفات اللي بحب أعملها دائما لأهلي. اللي معلوم اشترك بالقناة ما ينسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا نبلش. نحتاج لثلاث بيضات بحرارة المطبخ، ظرف من الفانيليا، ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. نخفقهم. إذا ما موجود مضرب كهربائي فينا نستخدم مضرب يدوي. كاسة ونص من السكر. كمان نخفقهم حتى يدوب السكر تماما بالخليط. نضيف كاسة من الزيت النباتي ونضربهم مرة تانية، نخلطهم سوا. يلي بيحب يستخدم المضرب الكهربائي طبعا بيصير، ولكن اللي ما موجود عنده أكيد المضرب اليدوي بيصير يستخدمه. نص كوب من اللبن الزبادي، نص كوب حليب، نخفقهم بالمضرب اليدوي مثل ما لكم شايفين بالفيديو. بعدين نضيف كوب ونص من الطحين. يفضل اني انخل الطحين، هي الخطوة كتير مهمة وتساعد على الكيك انه ينفش بالفرن بشكل منيح، فهي الخطوة هي من اهم الخطوات الموجودة. طبعا اي كيك بحاجة انك تنخلي الطحين. بعد ما حط الطحين كمان نضيف ظرف من البيكنج باودر، كمان بنخله، بنضيف ملعقة من الكاكاو الخام، بنخلها معهم. نحتاج لكربونات الصوديوم كمية قليلة، تقريبا نص ملعقة صغيرة. نص ملعقة صغيرة ملح. نخفق الخليط بشكل منيح حتى يتجانس وما يضل عندي أي تكتلات. صار الخليط جاهز. امتى حطيته بوعاء السكب، ممكن اذا مو موجود عندكم تستخدموا كيس. ونضيف الخليط بشكل متساوي بقالب الكب كيك. حابة أزين وجه الكيك بقطعة من الشوكولا، هاي خطوة اختيارية. الفرن أنا محميته على درجة حرارة 240 من الأعلى ومن الأسفل، بحطه من 10 دقايق لخمسة عشر دقيقة
يفضل تراقبوا حسب حماوة الفرن عندكم. وألف صحة وهنا، بتمنى يكون عجبكم الفيديو. مرة تانية ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. مع السلامة، بشوفكم في فيديو جديد.